فارس اللي سالم هو صعد من الدرجه الثالثه للدرجه الثانيه اللي هي الممتاز بها حاليا. فريق يعني احنا الحمد لله في رئيس النادي طبعا او نقول الاول سياده المحافظ اللي هو السيد نصر طبعا ليه الشكر والتقدير، وفعلا يعني تدعيم مش طبيعي سواء لينا او لنادي كفر الشيخ، وده حاجه بامانه تحتسب للناس المحافظين اللي بيبقوا عايزين بيحبوا الرياضه يعني. تمام. عندنا الاستاذ المستشار سيد مغازي رئيس النادي، في عندنا الاستاذ محمود عمران امين الصندوق، الاستاذ علي عويضه مشرف عمل الكره، مع جهاز فني يعني معاه كابتن نصر عبد الظاهر ده مدرب عام من عندنا من النادي الاهلي من قطاع الناشئين من النادي الاهلي، معاه كابتن حسني سلامه ده مدرب عام من البلد من سيدي سالم، معايا كابتن سعيد العيسوي، معايا كابتن جابر، معايا كابتن مصباح، معايا ناس بمفهوم العمال يعني انا طبعا بشكرهم، وحتى يعني الكل عايز زي ما بيقولوا على ايد رجل واحد اللي احنا نعمل حاجه ان شاء الله في الممتاز به. تمام. اشتغلنا كويس الحمد لله، بقى انا لعبت حوالي 4 ماتشات وديه او 5 مباريات، لعبت النصر للتعدين كسبته الحمد لله 3-0، لعبت افس مصر كسبتهم 1-0، لعبت فرقه اسمها ابيس في الدرجه يعني اقل في المستوى كسبتهم 3، لعبت بلطيمي تعادلت معاها، لعبت فرقه اسمها اللين كسبتها 3-0، ولعبت فرقه دسو يعني انا كسبت فرقه دسو 2-1 الحمد لله، النتائج بالنسبه لي الحمد لله ايجابيه ومطمئنه للفرقه تماما يعني. يعني تجربه كانت جديده بالنسبه لك؟ لا هي مش اول تجربه على فكره اشتغل فيها في الممتاز به، انا اشتغلت قبل كده في نادي اسمه جاسكو وقعدت معاه فتره، وطبعا انت عارف ظروف البلد فالثلاث فرق من قطاع البترول كانوا كتير، وبعد كده رجعت القطاع الناشئين عندنا في النادي، ولما جالي فرصه من خلال اصدقائي اللي موجودين على الساحه قلت برضو تجربه برضو لازم اخد تجربه ثانيه بقى لفتره طويله جدا مش على الساحه، فبرضو عايز ابقى موجود يعني قطاع الناشئين. طبعا انا بشكر الكابتن فتحي مبروك بامانه ولجنه الكره من خلال قناه الاهلي يعني كنت اتمنى ان ابقى موجود في قطاع الناشئين، والناس كانت مرحبه جدا وكان اسمي متردد وكنت موجود، بس انا اعتذرت طبعا. كنت موجود بالفعل؟ اعتذرت طبعا للكابتن فتحي مبروك برضه لوجودي او يعني الفتره اللي الكابتن فتحي كان ابقى موجود او مش موجود، برضه ما كنتش هينفع اعتذر للفريق اللي انا موجود معاه، وفي نفس الوقت برضه استرلت الحمد لله استخاره واستشرت ناس كتير، لقيت الوضع بالنسبه لي قطاع الناشئين ده بيتي وفي اي وقت ان شاء الله ابقى تحت امره، بس دي خطوه برضه لينا كلاعيبه النادي الاهلي. انت عايز تثبت ذاتك في مجال التدريب طبعا عشان انت عارف برضه كل ما انت بتطلع بره كل ما انت بتاخد تجارب برضه كل ما انت بترجع برضه بتفيد النادي الاهلي، فالنادي الاهلي ده بيتنا وفي اي وقت احنا لنا الشرف اللي احنا اللي الناس بتاخدنا والانداب بتختارنا اللي احنا لعبت النادي الاهلي. احنا متعبين بره ولينا طلبات بره حتى لو النادي امكانياته قليله، والناس بتبقى يعني الحمد لله الناس بتستحملنا. يعني سياده المحافظ السيد نصر بامانه مدعمني تدعيم مش طبيعي، هو فريق بيلعب في الدرجه في الممتاز بيه معايا المنصوره والرجاء وطنطا ومجموعه قويه جدا ولسه صاعد حديثا الممتاز بيه الحمد لله.